سلام، رح نعمل تدريب اللي بيساعد على تخفيف القلق والتوتر والغضب، وكمان بيساعد على الجسم على التخلص من مشاعر الحزن والطاقة اللي محبوسة إذا الشخص مش قادر يعبر عن هاي المشاعر اللي موجودة فيه عشان ما تضلها مكبوتة في الجسم، وكمان بيساعد على تخفيف الرغبة في المواد المدمنة. تقدروا تعيدوه تقريبا كل منطقة بتقدروا تشتغلوا عليها مدة دقيقة كاملة. ناخذ نفس من الأنف وبنطلع من الفم.